قمنا بالدعم المباشر، إيه دعمنا 5 ملايين ديال الأطفال شهريا، وكذلك دعمنا 1,400,000 أسرة اللي ما عندهاش أطفال، كذلك دعمنا 1,200,000,000 شخص مسن شهريا، هذيك كياخذوا 500 درهم فعلا. ولكن في البرنامج ديالنا كانت هي 65 عام، انا كنهضر لكم على 60 عام الفوق، يعني انه مشينا في لاطونش حتى ل 60 عام. وكذلك الدعم ديال 375,000 ارمله شهريا، الدعم ديال 17,000 منحه ديال الولاده، وتسريع السجل الاجتماعي الموحد اللي كان من المفروض انه ما يوجد حتى 2025 باش يبداو البرامج ديال الدعم في 2026. دونك حكومة عملت واحد العمل جبار وكبير باش نتوصلوا لهاد النتائج.